مفيش بنت ما بتحلمش ان جسمها يكون زي عرضات الازياء ويكون جسمها رشيق ومتناسق وتجذب نظر كل اللي حواليها، مش بس البنات لوحدهم اللي بيحلموا بكده، كمان الشباب، كل شاب بيبقى نفسه في جسم رياضي. احنا النهارده معانا مجموعه من الاسئله اللي جات لنا من حضراتكم واللي ان شاء الله هنناقشها وهنتكلم فيها ونشوف حلولها عشان تقدروا تحققوا كل احلامكم، مع الدكتور خالد عبد العزيز، ماجستير النباتات الطبية كلية الصيدلة، دبلوم التغذية والتخسيس من الجامعة الأمريكية، عضو الجمعية الكندية لأمراض السمنة. دكتور خالد أهلا بيك ومنورنا. أهلا بيكي وأهلا بكل المشاهدين، وبرحب بكل الأسئلة كمان اللي هتجيلنا خلال الحلقة. معنا أسئلة كتير جدا وكلها مختلفة، وهبدأ مع حضرتك يعني يمكن سؤال مهم جدا، وأكتر مشكلة بتقابل أي ست إن هي قبل الجواز يبقى جسمها كويس قوي وشكلها متناسق، يحصل الجواز ويحصل الحمل فتبدأ في شهور الحمل الوزن يزيد بشكل غير عادي، ممكن كمان تقولك أنا ما باكلش بكميات الأكل اللي تخليني وزني يزيد بالشكل ده. فالسؤال أكيد اللي بيبقى مهم، وأنا ينفع أخد حاجات تقدر أقدر أخس بيها وأحافظ على الوزن المثالي خاصة في شهور الحمل، ولا بيكون ليه تأثير على الجنين؟ شوفي دايما يعني الستات بيبقى عندهم هرمونات مختلفة تماما عن الميل، فبتيجي فترة حتى الدورة الشهرية وزنها بيزيد 2-3 كيلو، فترة الحمل كمان نفس الشيء، نتيجة هرمونات كتيرة جدا بتتغير جوه جسمها وبتبتدي انها تزيد في النشاط بتاعها، فبيبتدي كمان الوزن بيزيد. في الحالة ديت احنا النهارده بنشوف الهون انسب بالنسبة لها، هل ان هي تفضل على الوزن ده لغاية لما تخلص موضوع الولادة والرضاعة وبعد كده تبتدي ننزل لها في وزنها، ولا موضوع زيادة الوزن أثناء الحمل عمل لها مشاكل في الجنين نفسه، يعني الجنين نفسه عنده مشكلة كمان من الحمل من زيادة الوزن الموجود بالظبط. لأنه في يعني الدكاترة أعتقد أنه المفروض الزيادة الطبيعية تبقى من 7 كيلو ل 12 كيلو مش أكتر، أو 11 كيلو أعتقد مش أكتر من كده، في ناس بتعدي ال 20 ده حقيقي بتطلع لفوق بالظبط، فبتبقى بتعمل مشكله بعد كده، حتى الدكتور بيبقى عارف ان في مشكله هتقابله ساعه الولاده، فبتبقى الاتجاه فتره الحمل انها تبتدي تنزل في وزنها. فتنزل وزنها ازاي؟ اول حاجه انا ما اقدرش امنحها انها ما تاخدش فيتامينز وتاخد المعادن اللي هتاخدها من الاكل. فعشان كده بقى البديل اللي موجود حاليا هو الفايبرز الالياف الطبيعيه، لسببين. السبب الاولاني ان مش عليها اي كيماويات نهائيا، فبالتالي مش هتاثر لا عليها ولا على الجنين اللي في بطنها. الحاجه الثانيه ان الفايبرز زيرو كالوريز، ما فيهاش اي سعرات حراريه، وكمان بتمدها بالفيتامينات والمعادن اللي محتاجاها خلال فتره الحمل. فبيبقى الحل الانسب للنوعيه ديت من الناس اللي عندهم زياده في الوزن اثناء الحمل وخلاص الطبيب قال لها لازم تنزلي في وزنك، هي الالياف الطبيعيه. تمام. الكرش ويعني ما شاء الله المصريين مشهورين بالموضوع ده سواء كان ستات ولا رجاله، ومنطقه البطن والدهون الكتير جدا اللي بتبقى موجوده في المنطقه دي وبتسبب الحقيقه مشاكل كتير جدا، مش بس في الشكل كمان مشاكل تانية صحيه. في ناس تنزل تعمل دايت وتنزل فعلا في وزنها كتير جدا ويبقى باين، بس يبان اكتر المشكله اللي في البطن خصوصا لما خس. صحيح، وفي ناس اصلا بتبص على طبيعه جسمها تلاقي جسمه كله متناسق بس عند منطقه البطن في كارثه، في حاجه كبيره كده مدوره كده، يعني ايه بالنسبه للستات او بالنسبه للرجال، فبتبقى مشكلته كلها يقول لك انا مش عايز انزل جسمي، انا جسمي كويس، انا عايز انزل بس منطقه البطن. طب اعمل ايه؟ في رياضيين كتير جدا جدا وبيمارسوا الرياضه بشكل مستمر ومع ذلك عندهم برضو منطقه دهون البطن ديت ما بتروحش موجوده. طيب احنا مشكله البطن ديت او دهون البطن او الكرش انها صعبه قوي، يعني دهون فعلا صعبه في النزول مش سهله. طب احنا هل الالياف الطبيعيه هتقدر انها تنزل البيلي فات او منطقه البطن الدهون الموجوده في البطن؟ كل الابحاث العلميه بتشير ان الالياف الطبيعيه لما بناخدها الدهون اللي موجوده في منطقه البطن او البيلي فات بتبدي انها تكسرها وبتبتدي تاخدها بره الجسم. فالنهارده برضو ده حتى يعني كانت الجمعيه الكنديه لامراض السمنه كانت بتشير كل ما هناخد فايبرز اكتر كل ما هتبتدي دهون البطن هتقل اكتر. فيقدر اي حد النهارده بيشاهدنا عنده منطقه الكرش خد الالياف الطبيعيه ونزل من الكرش. تمام. طيب هي دي اللي موجود معانا على الهواء عشان احنا حبينا برضو يعني كل المشاهدين يشوفوا الفايبرز، احنا خدناها عن طريق الفم زي ما قلنا هي باودر هنحطها على ميه ودخلت هنا جوه المعده، زي ما انتم شايفين كده ابتدت انها تملى محيط المعده. في المعده في هرمونز اسمه السي سي كي، ده بيبتدي يطلع من المعده ويبتدي يوصل عن طريق الجهاز العصبي يدي اشاره للجسم كله ان هو شبع.
فالمعده نفسها هي اللي بتفرز. ما يقدرش ياكل، تبقى خلاص المعده قفلت. انا خلاص انا معدتي قفلت يعني. حتى دايما بنسمي الموضوع دلوقتي بتاع الالياف الطبيعيه على مستوى العالم هو البالون المعده الطبيعي. يعني انت النهارده بتاخدي حاجه طبيعيه وفي نفس الوقت بقفل لك معدتك انها اتملت وشبعت. كل ما هنبتدي ناخد فايبرز، كل ما هنبتدي ناخد الياف طبيعيه، كل ما ده هنبقى في اتجاه ناحيه نزول الوزن وتكسير الدهون. وطبعا احنا دايما نقول ان الالياف الطبيعيه الكيس الباودر اللي بناخده عباره عن نوعين، نوع بيدوب في الميه ونوع ما بيدوبش في الميه. برضو السهم هنا بيشير كل ما هناخد نسبه الفايبرز هتبقى عاليه كتير، كل ما كان دهون الجسم بتنزل. فالاوبيزيتي او الدهون كتير بمعنى ايه يا دكتور؟ يعني معنى اكتر من علبه تقصد ولا 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 اكتر من مره في اليوم؟ احنا بناخده مرتين في اليوم، مره بتاعه الغداء ومره بتاعه العشاء. كل ما يبتدي اكلنا وكل ما كانت وجبتنا بتركز على الالياف الطبيعيه، كل ما ده هيبتدي ان هو يقللني في وزني، في نفس الوقت هيقلل المخاطر الاصابه بمرض السكر. ولو مريض في السكر بيلاقي ان معدل الجلوكوز الموجود في الدم بيقل، لو مريض ضغط، وعلى فكره كانت اخر حاجه لمنظمه الصحه العالميه الكلام ده من حوالي 5 ايام كانت بتقول ان في 1,100,000,000 مواطن على كوكب الارض عندهم الضغط. فبرضو لما بتاخد الالياف الطبيعيه بنزودها في اكلاتنا بنبتدي نقلل من المخاطر ان احنا الاصابه بالضغط. ولو شخص عنده ضغط مع الالياف الطبيعيه بيبتدي معدل ضغط الدم بينزل. تمام. طيب خلينا نقول سؤالنا الثاني، وهو بيقول انه استاذ توفيق بيقول عندي 45 سنه عنده تليف في الكبد، ربنا يشفيك يا رب. امين. وزنه 107، هل في امل انه يقدر ينزل وزنه في وسط المشاكل الصحيه اللي موجوده عنده؟ طبعا الكبد اول ما بيتاثر بيبقى الدكتور دايما يعني سنسيتيف قوي ناحيه اي كيماويات هتخش جوه الجسم، سواء بقى عنده اي مشاكل تانية غير حتى الوزن. يعني لان احنا عارفين ان كل الادويه بتخش لازم تعدي على منطقه الكبد، فبالتالي انت عندك تليف في الكبد فانا مش هزود لك كيميكالز. في امل؟ النهارده في امل، في امل انت تاخد حاجه طبيعيه 100%، في امل انت تاخد حاجه اورجانيك مش عليها اي نوع من انواع الكيماويات، في امل مع الالياف الطبيعيه ان انت وزنك ينزل في المعدل الستاندرد العالمي 6 كيلو في الشهر، فتقدر تاخد الياف طبيعيه وان شاء الله وزنك هينزل. تمام. مدام سمية بتقول انها عندها جلطه وبتاخد ادويه روماتويد وبتسال الياف ممكن تاخدها في حالتها دي ولا لا؟ موضوع الروماتويد الحقيقه بقى منتشر كتير جدا. وفي اعمار مختلفه. اعمار مختلفه، كان دايما في العادي يقول لك بعد سن ال 40، كان دايما في العادي يقول لك النساء هي اكثر الاصابه بالروماتويد اكثر من الرجاله، لكن النهارده في الزمن اللي احنا فيه مع اختلافات حاجات كتيره وعوامل كتيره فاي حاجه وارده. ده حقيقي. الروماتويد ببساطه شديده جدا للساده المشاهدين هو خلل في جهاز المناعه بيصيب الانسجه المحيطه بالمفاصل. فانا النهارده علشان ابتدي انزل وزني محتاج ان انا اخد الفايبرز الالياف الطبيعيه بدون اي مزايده من اي حد. انت النهارده هتنزل الياف طبيعيه لان ما فيهاش اي نوع من انواع الكيماويات، طبيعيه 100%. تمام. خلينا نشوف طريقه الالياف بتتاخد ازاي عشان الناس اللي ما كانتش متابعانا قبل كده. جميل. احنا حضرنا كوبايتين، الكوبايتين فيهم ميه، وعملنا كده يعني تكه صغيره حاطين على الكوبايه اللي على ايدينا الشمال طبقه من الزيت، وفتحنا الكيس الباودر بتاع الالياف الطبيعيه، كيس حطيناه على الكوبايه اللي فيها ميه وزيت، وكيس تاني هنحضر فيه الالياف الطبيعيه بميه فقط، ونبتدي ان احنا نقلب. دي صوره مبسطه قوي لاي حد بيشاهدنا دلوقتي وبيسمع عن الالياف الطبيعيه ومش عارف ازاي يحضرها ومش عارف ازاي بتشتغل جوه جسمك. فطريقه التحضير سهله جدا على ايدينا اليمين زي ما احنا شايفين. لا وحضرتك اضفت اضافه في حلقه قبل كده انك قلت ان احنا ممكن ما نقلبهاش ونشربها كاننا بنشرب. بالظبط. ممكن حتى ناخد الالياف الطبيعيه على بق ميه ويبتدي ينزل المعده. التقليب اللي احنا بنعمله بايدينا ده هو ده اللي هيحصل كمان جوه معدتنا لو احنا خدناه بالطريقه الثانيه. زي ما احنا شايفين برضو عشان نوضح للمشاهدين، احنا قلبنا في الالياف زي ما قلنا فيها نوعين جوه الكيس، نوع بيدوب في الميه ونوع ما بيدوبش. طبعا النوع اللي بيدوب عمل عمليه التجانس زي ما احنا شايفين كده بقى الجيل، حتى بنقلب الكوبايه ما بتنزلش، فده خلاص حصل موضوع التجانس ونقدر بعد كده ناكله بالمعلقه. دي هتبقى وجبه في الغداء، وفي كمان نوع تاني من الفايبرز هيبقى لوجبه العشاء. هي مش وجبه عشان بعض الناس تبقى فاهمه برضو، مش وجبه بمعنى ان احنا هناخدها وما ناكلش، احنا هناخدها هناخدها ونشبع. هتملى جزء كبير جدا من المعده، نقدر ناكل بعدها بنص ساعه بس ناكل كميات اقل. طبعا اللي على ايدينا الشمال طبقه الزيت مسكت في الالياف في الفايبرز، الاثنين مسكوا في بعض اتحدوا اهوت، وخدت الطبقه بتاعت الزيت كامله وراحت جايه منزلاها لاسفل الكوبايه. ده اللي بيحصل في جسمك
الالياف بتمسك في الدهون وهتبتدي انها تكلبش فيها جامد كده وتخرجها بره الجسم. تمام. طيب ناخد سؤال تاني معانا ولاء. طيب ناخد التليفون الاول. ولاء اتفضلي. اي فندم. اهلا بيكي. انا معاكي. اتفضلي اهلا بيكي منورانا. الله يخليكي بنورك. قولي لي انت خدتي الالياف مش كده؟ لا هو مش انا اللي باخدها، هو زوجي اللي بياخدها. طيب قولي لنا بقى، احكي لنا كان وزنه قد ايه؟ السيدات منتشرين كده يعني، فمسيطرين. أيوة. حتى في التليفون. هو جوزي طبعا وزنه 180 كيلو. كنت بفكر ان انا اعمل له عمليه، ولما هو رفض لان هو برضو قلقان من موضوع عمليه التكميم وكده، وقال لي لا انا مش عايز. فانا ابتديت ادور على حاجه وسيله كويسه ان هي تساعده على ان هو يخس. ففعلا بقالي شهر، وبدات في الشهر الثاني في الالياف دي، وهي حاجه كويسه جدا لانها حاجه طبيعيه ما سببتلوش اي ضرر، برغم ان هو بياخد ادويه كتير. انت بتقولي بقاله قد ايه بياخدها؟ بدا في الشهر الثاني. تمام. خس قد ايه بقى؟ خس 10 كيلو. طيب كويس. طب انا عايز اسالك، هو انتوا يعني ساعه ما ارتبطتوا واتجوزتوا كان في نفس الوزن ده؟ كان وزنه برضو كده زايد؟ لا هو في بدايه عمره طبعا ما كانش وزنه كده، هو طوله 185 على فكره. هو طب حلو، طويل بس ومحيط التخن كله عند صدره وبطنه يعني، فاهمني؟ هو طبعا في الخمس سنين الاخيره دي هو زايد وزنه، لانه ما اكيد انت اكلك حرق. حلو يعني، اكيد انت بتطبخي كويس، فاضطرين لقلب الراجل هي معدته. ومعظم السيدات في مصر ماشيين فاكل بالليل. لا والله انا اتجوزت تخين بصراحه. ايوه بص عدلت دلوقتي. يا رب ما يكون سامعك. فانا بحاول اخفف بقى اثار اللي قبل يعني. طب بتصلح. قرار التخسيس ده كان قرارك انت لجوزك، ولا هو اللي خلاص اقر قال لك انا عايز اخس؟ والله هو انا طبعا كنت بسعى لده معاه يعني. قولي لي انت اخبار وزنك ايه بقى في وسط كل الكلام ده؟ انا اللي زودني وزني، انا كنت بتجوزني 86 بقيت 100. لا يا شيخه. طب اخدتي معاه بقى الالياف ولا جربتي فيه هو؟ لا لا مش عايزة اخد دلوقتي، لاني يعني صحيا مش عايزة اخش في مواضيع حاجه دلوقتي. هخس لوحدي يعني ان شاء الله. خايفه. هي بتجرب الاول فيه. يعني هي بتضحي الاول. طيب هو خس، انت قلت لي خس في الشهر قد ايه؟ اللي خلاني يشجعني وحسيت بصراحه هو الالياف دي طبعا حاجه هو بياكلها او بياخد الصبح والظهر بس، ما بياخدش بالليل. لان هو بالليل ما بيتعشاش، وهو مشكلته في الحلو، هو بياكل حلو كتير كان. وعنده سكر من الركب يعني، بقى له سنتين عنده سكر اللي هو من اللي هو النوع الثاني. النوع الثاني. تمام. وطبعا عنده مشاكل كتير، لان هو سبب التخن ده مأثر طبعا على القلب وضربات القلب. طبعا مؤثر طبعا. والكوليسترول والسكر والضغط، هو لو خس كل ده هيروح. دكاتره كتير قالوا لنا كده، ان هو سنه صغير، هو عنده 45 سنه مش كبير قوي يعني. بس اتجربته شهر. طبعا هو حاجه طبيعيه جدا، حتى عمل له انتظام في الحمام، قال لي يخش الحمام بسهوله. هو نفسه بقى مستريح، اخف، حاسه ال 10 كيلو فرقوا معاه طبعا طبعا يعني، في نفسه في نومه بالليل. فهو بيكمل، حتى هو لما بعد الشهر ده قال لي لا هتيجي تاني 3 شهور وهكمل يعني. طيب كويس. وكنا برضو في الشهر ده ال 10 كيلو برضو ما كناش منتظمين قوي يعني، احنا دلوقتي بقينا ننتظم بقى لما تشجعنا. لما شفت نتيجه ولقيتي نتيجه ايجابيه فعلا طبعا بتفرق جامد جدا. ده حقيقي. نشكرك على اتصالك. طبعا كل كيلو من وزن الانسان لما بينزله بيحس بفرق طبعا، فتخيلي 10 كيلو، لا هيحس بفرق كبير. طبعا. مع الاستمرار كمان هيحس اكتر ان بيبتدي يرجع مره ثانيه لحياته الطبيعيه، بيقدر يتحرك كتير بيتنفس. جدا في 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 فكره الاوزان الكبيره يعني، 180 كتير جدا جدا جدا. انت عارفه انا مبسوط من المكالمه ديت، لان ابتدى لو في شخص فعلا انت بتحبه وتخين، فكر فعلا ازاي تهديه وازاي تساعده فعلا يعني. هي شافت زوجها وزنه خلاص بقى زايد لدرجه كبيره جدا، فكرت ازاي تهديه بالالياف الطبيعيه، ازاي انها حتى قعدت تعمل بحث ازاي تديله افضل شيء عشان يخس، ووصلت للالياف الطبيعيه فعلا عشان تخسسه. فدي يمكن بوزيتيف ساين او علامه ايجابيه لكل اللي بيشاهدونا، لو عايز تهدي حد تخين هديه بالالياف الطبيعيه. طيب معانا مين؟ استاذ سعيد. الو مساء الخير. مساء النور يا فندم، اتفضل. ازي حضرتك يا فندم؟ الحمد لله بخير، اهلا بيك. ازي حضرتك يا دكتور؟ اهلا بيك. منورنا يا دكتور، ويا رب دايما يديم عليك بالابتسامه الجميله دي يا دكتور. تسلم لي، ربنا يكرمك. ربنا يخليك يا دكتور. وانا ليا تجربه جميله. انا كنت من الناس اللي بتاكل كويس جدا جدا. انا وزني مش كتير، كان 87. والحمد لله رب العالمين، في خلال 3 اسابيع وما كنتش كمان بستخدم
الالياف بشكل دائم، كنت حاططها كعامل مساعد. بعد 3 أسابيع يعني الحمد لله رب العالمين 80. طب هستأذنك هسألك على حاجة يا أستاذ سعيد. اتفضلي. أول مرة خدت فيها الألياف حسيت بنتيجة؟ يعني حسيت إنه لا فرقة معاك، أنت ما عندك حالة من الشبع، مش عايز تاكل، حالة الجوع اللي كانت بتبقى عندك قبل كده ما بقتش موجودة، ولا بعد أسبوع مثلا ولا بعد كام يوم بدأ يبقى لا عندك؟ لا لا أنا بعد بالظبط يومين أو حاجة، لأني كنت مش يعني زي ما بقول لحضرتك أنا كنت حاططها مع يعني يعني أنا كنت متوقع إن الموضوع مش هيبقى فيه نفس النتيجه الايجابيه اللي موجوده دي. يعني انت بتجرب وخلاص. خاصه كمان ان انا بحب اكل كويس، يعني انا بحب يعني بحب يعني بحب اكل يعني عادي، بحب الاكل. بالظبط. بس الحمد لله مع الالياف انا حسيت ان انا يعني بيبقى موجود نفس الاكل اللي انا كنت باكله، بس مش قادر اكمل، يعني مش قادر اكل نفس الكميه اللي باكلها، مش قادر اكمل بنفس الكم اللي انا كنت باخده قبل كده. تمام. طيب فبقى فارق معايا جدا جدا في اللبس في طبعاً. في الشكل بشكل عام. يعني خسيت قد ايه حضرتك؟ 7 كيلو. في قد ايه؟ في 3 أسابيع. تمام. وده رقم انا يعني ما خسيتوش قبل كده مع اي نظام ومع اي حاجه انا عملتها. استعملت حضرتك انظمه قبل كده او بعض الادويه مثلا خدتها قبل كده ولا كانت اول مره؟ خدت بعض الادويه، مش عارف هل ينفع اذكر اسم حاجه. لا بلاش ولا لا بلاش. يعني خدت بعض الادويه اللي برضو بدورها تخليني تنزل الدهون، تتاخد قبل الاكل بساعه، يعني في اكلات فيها دهون كتير. بس فعلا كنت يعني ما بخسش نفس انا فوجئت اصلا وانا بوزن بالرقم اللي حضرتك نزلت. طبعا وفارق جدا جدا معايا في منطقه البطن، ودي حاجه كانت غريبه بالنسبه لي ما كانتش بتحصل يعني. طيب انا عايز اسالك، لو حد تخين انت تعرفه هتنصحه بايه عشان ينزل وزنه؟ فعلا انصحه بالالياف مش من باب اي حاجه، لان انا مبدئيا طعمها هايل، انا مش شايف ان هي حاجه صعبه جدا، يعني مش شايف ان هي حاجه يعني مزعجه او حاجه. ثانيا فعلا انا بيبقى قدامي الاكل اللي انا بحبه ومش قادر اكل، ودي حاجه بالنسبه لي غريبه. ومفيش اي الام، يعني انا مش حاسس ان في الام في معدتي، مش حاسس ان انا بصدع، يعني انا كنت باخد بعض الحاجات تعمل مشاكل، كنت ببقى متضايق منها. طبعا انما الالياف انا بحس فعلا ان هي بتاخد مساحه، مع طبعا مع اني بس انا بشرب كم ميه كتير جدا. ده يعني كويس، ده مفيد في حد ذاته. فعلا كم ميه كبير. تمام، نشكر حضرتك جدا، شكرا. طبعا موضوع البليف او الثقه ان انا اكون واثق في حاجه معينه ده مهم جدا. يعني هو في الاول اول ما جاب الالياف حتى بص على الكيس بتاع الباودر، فانا متخيل كده يعني معقوله دي اللي هتخسسني، معقوله انا لما اعمل كده هخس. فلما خده حتى وكان في الاول مش منتظم لقى نفسه بيخس، فده بيديله حاجتين. اول حاجه الثقه في الالياف طبعا انا فعلا هخس فبيكمل. الحاجه الثانيه حتى انا تعمدت ان انا اساله تنصح لو حد تخين بايه، فقال لك الالياف طبيعي. ان هو فعلا الساوند ان حد تخين حواليا، طب انت ليه تخين؟ ليه سايب نفسك؟ هو لو حد شافه اساسا وهو جايب نتيجه كويسه كده هيساله انت عملت ايه؟ فهيقول له خدتها. وفكره برضو انه هو اتكلم في جزئيه مهمه جدا، انه بعض الادويه اللي ممكن تكون موجوده بتسبب مشاكل كتير جدا، زي الصداع، زي الاكتئاب، زي الاريفه. ممكن تسد الشهيه. بص، كل الادويه اللي انت ذكرتيها ديت اللي هي والاعراض المصاحبه ديت بتبقى كيماويه، يعني ادويه كيماويه، وبتشتغل على مركز في المخ اسمه الساتايت سنتر. ده المركز المسؤول عن الاحساس بالشبع والجوع، فبتسبب له كل الحاجات اللي هي الادويه الكيماويه، الحاجات اللي هي خاصه بالاريافه او النرفزه او الاكتئاب، او بيحس ان هو عنده صداع، بتعمل رعشه في الجسم والاعصاب وعرق. هي عموما يعني انا بطمن الناس، النوعيه دي من الادويه على مستوى العالم منعت، بس للاسف لسه في مصر في بعض المنتجات منها. ايه ده؟ لا والله؟ لا والله. انا اعرف ان كل الحاجات اللي شغاله على مركز الشباب على مستوى العالم كلها اتمنعت. اتمنعت. استيل في مصر في بعض المنتجات. احنا برضو منفردين يعني. طبعا. اتمنعت من العالم كله، بس احنا برضو يعني لينا خصوصيه. بالظبط. لوحدنا. طيب هنجاوب على اخر سؤال سريع يا دكتور. بتتكلم على ان عندها تكيسات على المبيض ودهون في البطن بشكل كبير جدا، المشكله دي ممكن تاثر على نسبه الخصوبه عندها، هل الالياف ممكن تساعد في الجزئيه دي ولا لا؟ طبعا يعني اي حد بيبقى عنده الدهون على البطن وتكيس في المبيض، فالدكتور اول خطوه بيقولها له بيقول له ابتدي نزل في وزنك خس. فطبعا بالنسبه للالياف لا، تقدري تاخديها بصوره امنه جدا، ما تقلقيش وزنك هينزل، وان شاء الله
تكون بشرة خير ان يحصل فيه ان شاء الله انجاب ان شاء الله. دكتور خالد عبد العزيز نورتني، بشكر حضرتك واشوفك على خير ان شاء الله. شكرا جدا لك. شكرا جدا. بشكر حضراتكم مشاهدينا، ولو عشتوا كان لي عمر اشوف حضراتكم بكره ان شاء الله الساعه 3. اشوفكم بالف خير. سلام عليكم.